بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الفيديو اللي فات إحنا شفنا مع بعض أول مبدأ من مبادئ الـ Solid Principles اللي هو الـ Single Responsibility Principle. شفنا مع بعض إزاي وزعنا المسؤوليات، فأصبح كل كلاس مسؤول عن حاجة واحدة بس، والكلام ده نفسه بيطبق على الـ Functions كمان. يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا في الـ Refactoring وإنت بتكتب Function ان الفانكشنز ما تنفذش اكتر من عمليه، يعني فانكشن واحده تنفذ عمليه واحده. يعني مثلا لو بتعمل فانكشن على سبيل المثال علشان تعمل عمليه بحث عن كلمه معينه جوه مثلا ملف، ولنفترض اكس ام ال او سي اس في او تكست، فالفانكشن طبيعي ان هي هتدور على الملف وتتاكد ان الفولد او الفايل ده ريدابل ولا لا، وبعدين تشوف الكونتنت وتفتح الكونتنت، وبعدين تعمل عمليه السيرش، وبعدين تطلع الاوتبوت. فكل ده اكتر من عمليه جوه فانكشن واحده. فكل اللي انت بتبص عليه دايما ان يبقى عندك سنجل ريسبونسبيلتي. كان ممكن اقسم دول لفانكشنز، فانكشن تهاندل فتح الملف وتتاكد من صلاحيات الملف وهكذا، وتدي مثلا ثرو الاكسبشن معين لو الملف ده مش موجود، فانكشن تانية تهندل الاوتبوت نفسه على سبيل المثال وتدور فيه عن الكلمة اللي انت عايزها، فانكشن مثلا تطبع الكلام ده على الشاشة او ترجعه لك مثلا في شكل انت محتاجه على سبيل المثال ولنفترض. وبالتالي لازم الريسبونسابيلتيز تكون موزعة. النهاردة بقى هنتكلم عن مبدأ تاني اسمه الاوبن كلوزد برينسيبل. الاوبن كلوزد برينسيبل، تعال نشوف مع بعض كده التعريف للـ OCB Principle بهذه الكيفية. لو حضراتكم جيتوا بصيتوا هتلاقوا إن الـ OCB Principle هنا على سبيل المثال أيهم كلهم عندهم تعريفات أهو، إن الـ Software Entities Classes أو Modules أيًا من كان لغات أخرى أو Functions should be open for extension but closed for modification. طبعًا الـ Principle ده واحد من ضمن المبرمجين الفرنسيين هو اللي قام بوضعه، وبعد كده روبرت سي مارتن واحد من ضمن عمالقة الايجايل تبنى البرنسبل ده في كتابه. واللي يهمني جدا انكم تعرفوه انه ازاي احنا الفانكشن بتاعتنا او الكلاس بتاعنا يبقى اوبن فور اكستنشن وكلوز فور موديفيكيشن. لما تيجي تبص على الكلمه هتلاقيها غريبه شويه في البدايه، لانك هتقول اوبن فور اكستنشن يعني تفتحها عشان مثلا يعني تحط فانكشناليتي زياده ولا ويعني ايه closed for modification يعني ما عدلش، ما انا مش فاهم حاجه. تعال نشوف مع بعض. احنا شفنا هنا ال SRB، تعال نكمل مع بعض النهارده على ال SRB بتاعنا على المثال ده. بس انا هاخد كوبي من الفولدر ده، معلش انا اسف، لان انا هعمل كل واحد منهم بروجكت منفصل. احنا مش عايزين نعمل دوبليكت كود، بس احنا هنا هنعتبر ان احنا ايه عاملين بروجكت منفصل لكل واحده. انا رافع الكلام ده كله على جيت ريبوزيتوري على فكره، اعتقد والله اعلم انه الجيت ريبوزيتوري، لا انا مش عايز اعمل اد دلوقتي، انه الجيت ريبوزيتوري ده انا يمكن نسيت احط الراب بتاعه، هحطه ان شاء الله في اخر المحاضره. وكنت بس سطبت حاجه بسيطه او عملت ريكوير لحاجه بسيطه، ان انا بس كنت محتاج سنيفر وميس ديتكتور علشان الكود بتاعي. وان شاء الله هبقى اتكلم في محاضرات منفصله عن حاجات كتير هتهم برضو الديفلوبر، زي مثلا التستنج، اليونت تستنج، الانتجريشن تستنج، فانكشنال تستنج، اكسبتنت تستنج باستخدام بي اتش بي يونت، ازاي نقدر نعمل سنيفنج للكود بتاعنا عشان نتاكد ان هو بيماتش الستاندردز المتعارف عليها. انا هنا بماتش مع الستاندرد بي اس ار 1 بي اس ار 2، والماس ديتكتور برضو مجموعه من الرولز اللي بيتابلاي على الكود عشان تتاكد من سلامته او كتابته بطريقه ستاندرد صحيحه. فلو جينا هنا مع بعض، انا بس كل محتاجه ان انا اقول ان ده بروجكت منفصل هنا، فانا هخلي ده بدل ما هو ار اس بي او اس ار بي، انا اسف، هخليه او سي بي كده هنا، وده برضو هيبقى او سي بي، وده برضو هيبقى او سي بي فقط لا غير. وهاخد التلاتة دول مع بعض دلوقتي اضيفهم كده بس على الايه، على الريبوزيتوري، خليهم كده بس ايه added، ونبقى نعمل كوميتنج بعدين. طيب انتوا فاكرين المثال من المره اللي فاتت؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين، خلينا بدل ما نقول بقى اس ار بي هنحتاج بس الايه الاو سي بي بهذه الشكل. تعال نرن مع بعض كده ونشوف الكلام لسه شغال ولا لا. لوكال هوست 9001
لوكال هوست 9001 اهو. تمام، جميل قوي الكلام ده. طيب شوفوا بقى يا جماعه، لنفترض دلوقتي على سبيل المثال ان احنا كنا حابين مثلا، وانا نفترض ان احنا نعمل كلاس اسمه تريب. التريب بتاعنا دلوقتي عباره عن 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 كلاس بيهندل معايا مجموعه من العمليات خاصه بالرحله نفسها. تمام كده، تمام. فانا مثلا جيت هنا رحت على الاو سي بي وعملت كلاس جديد وسميته ايه؟ تريب بهذه الشكل، وقمت رايح قايل انه التريب ده عباره عن كلاس بيحتوي على الخصائص العمليات الاتيه. بصوا شايفين هنا اللي تحت ده، بص اهو بي اتش بي اهو كود سنيفنج بيقول لي ايه؟ there must be one blank line بس بعد الايه؟ نيم سبيس. لو انا عملت كده يبقى الكود ده كده فولو الستاندرد نفسه او بيتبع الستاندرد نفسه اللي هو بي اس ار 2. انا بديتكت هنا بي اس ار 2 للناس برضو المهتمه ببساطه. ممكن بس جاست هنا انك تروح على على بي اتش بي اي دي اي بتاعك زي مثلا بي اتش بي ستورم، روح هنا على الانسبكشنز هنا على بي اتش بي، وانا هنا بقول له بعد اذنك انا عايز اعمل كود سنيفنج والكود ستاندرد اللي انا بشتغل بيه بي اس ار 2. في نفس الوقت كمان بميك شور ان في اصلا سنيفر اوريدي، لانه ممكن ما يكونش في سنيفر خالص. فانت لو سطبت او عملت ريكوير للباكج بتاع السنيفنج نفسه، ممكن تروح هنا بعد كده على اللانجوجز على البي اتش بي على الكود سنيفر وتعمل براوز وتقوم جايب الايه المسار في الفيندور فولدر بتاع كومبوزر للبي اتش بي كود سنيفر تول اللي هي دي، عشان تتاكد او تميك شور ان ايه ان انت عندك الكود سنيفر شغال صح. طيب احنا هنا بقى هنيجي مع بعض ونقول عندنا برايفت، ونفترض بص حلو كده زي مثلا انا هعمل حاجه بسيطه جدا زي مثلا ونفترض برايفت على سبيل المثال اللهم صل على رسول الله ايه خلينا نقول ايه تريب نمبر مثلا تريب نمبر برايفت التريب برايس برايفت الديوريشن بالمنظر ده كده. وانا هاجي هنا اهو هقول انه انا الباص بتاعي ده عباره عن اوبجكت من النوع باص كده شباب اهو باص، وان ده عباره عن سترينج. انا اسف يا ربي ده انتجر، خليه انتجر بمعنى اصح هنا، يعني هو رقم في الاول وفي الاخر بس ممكن يكون سترينج، ممكن يحتوي على ارقام او حاجات تانية على سبيل المثال اهو سترينج اهو. خلينا نقول مثلا انه ده عباره عن عن انتجر مفيش فيه فلوتنج خالص، فخليها فلوتنج مشكله. وخلينا نقول اخيرا ان ده عباره عن انتجر بالدقايق بس اللي هو عباره عن تايم ديوريشن ان مينتس بالمنظر ده كده. طيب جميل قوي الكلام ده. طيب خلينا نشوف مع بعض بقى على سبيل المثال. شوف هنا معايا لو انا جيت هنا دلوقتي وانا افترض عملت كده ورحت هنا على الجيترز والستترز بتوعي اهم، وعملت مجموعه جيترز والستترز زي ما حضراتكم شايفين للايه لل البروبرتيز اللي حضراتكم شايفينها فوق دي اهي بالمنظر ده كده. تمام، تعالوا معايا. كل اللي انا محتاجه بقى دلوقتي ان انا وانس ان انا اعمل على سبيل المثال تريب جديده، هحتاج بص بالمنظر ده كده، وهحتاج مثلا اقول انه هي التريب نمبر بتاعها او تريب نمبر ده عباره زي ما احنا قلنا عن سترينج، وهحتاج تريب برايس وده عباره عن فلوت، واخيرا هحتاج ايه انت اللي هو الديوريشن بالشكل ده كده. هاجي هنا هقوم قايل ذس سيت الباص نفسه عباره عن الباص ده this set الديوريشن او trip number عباره عن trip number، this set trip price عباره عن البرايس نفسه، واخيرا وليس اخرا set الديوريشن اللي هي الديوريشن بالشكل ده كده. ده ايه الكونستراكتور بتاعي. انا على فكره من هواياتي ان انا ممكن مثلا ساعات ببقى قاعد شغال في بروجكت معين، فبدل ما اكسل في الاخر واكتب دوكيومنتيشن بحب اعمل دوكيومنتيشن اول باول وهكذا. المهم
جيت انا دلوقتي بقى بالشكل ده كده اهو، خلاص ظبطت اموري وعندي الكائن الجديد اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه تريبل. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. نفترض بقى دلوقتي ان انا حبيت اعمل مجموعه من العمليات على التريب ده، فانا مثلا هنا عندي ايه؟ عندي مثلا عمليه زي اللهم صل على رسول الله اهي موف اهي بالمنظر ده كده، public function move بالشكل ده. شوف معايا بقى موف اللي قدام حضراتكم دي هتستخدم الباص بتاعي وهديليجيت الموف ايه ليه هو. فانا هعمل كده ديليجيشن، بدل ما تريب هي اللي هتموف والباص هو اللي ايه هو اللي هيموف ويديني المعلومات بتاعته من هذه الايه من هذه النقطه من الميثود دي بهذه الشكل ده. هيرجع ايه string بالمنظر ده كده، اتس ريتيرن string. حلو كده، حلو الكلام ده اهو، ريتيرن string ماشي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اختبار بسيط، نروح مع بعض هنا اهو. السواق بتاعنا موجود والراوتس موجوده والباص موجود وكل حاجه موجوده. دلوقتي بقى انا عايز اعمل تريب جديده، ساوي نيو تريب بهذه الشكل. انا هاخد دول وهحطهم من هو، وهعمل يوز ستيتمنت بسيطه كده بالشكل ده، وهقوم رايح بعد كده هنا واقول له ايه اتفضل يا عم ادي الباص اللي انت بتدور عليه، وادي مثلا التريب نفسها بعد كده عباره عن ايه. سوري معلش انا اسف. وادي يا عم الايه التريب اللي انت بتقول عليها بعد كده فيها التريب نمبر، ونفترض مثلا ار 220 او 210 مثلا اهو، البرايس بتاعها مثلا نقول 35 جنيه وربع مثلا ونفترض. واخيرا وليس اخيرا عندنا ايه الديوريشن اللي هو مثلا نفترض 120 دقيقه، يعني ساعتين على سبيل المثال. طيب دلوقتي بقى لو حضراتكم جيتوا بسيطوا كده، انا لغايه دلوقتي ما عملتش اي حاجه، انا بس كل اللي انا بعمله ان انا عرفت كلاس جديد دلوقتي اللي هو تريب، وهيستخدم الايه الكلاسز اللي انتوا شفتوها دي. طبعا انا اللي يهمني ان انا اعمل الايه الباص، تمام كده تمام. فلما تيجي تبص معايا هنا في ديبندنسيز لسه هنتكلم عنها قدام، انا اخدت الباص حطيته هنا بهذه الشكل، مظبوط مظبوط. فانا لو جيت دلوقتي بقى حبيت ارن الاكزامبل قدام حضراتكم ده، كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه كده، مش هيديني اي حاجه خالص. بس لو جيت قلت له تريب على سبيل المثال موف بالشكل ده، برده مش هيديني حاجه المفروض اهو، ان انا ما عملتش غير ريتيرن. فهاجي هنا اهو وعامل ايه ايكو، ولنفترض وهعمل كده ثانيه واحده شوف مع بعض رن يا حبيبي شكرا اهو بهذه الشكله اهو، كل حاجه تمام مفيش مشاكل. طيب جدا جميل قوي الكلام، لغايه هذه اللحظه مفيش فيه اي معضله بالمره، وانا شايف ان هو تمام قوي. فين بقى المعضله الحقيقيه بقى؟ احنا بعد ما طبقنا السنجل ريسبونسبيلتي برنسبل، هنبص بقى على الاوبن كلوزد برنسبل اللي هو ايه بقى. نفترض دلوقتي ان انا اساسا حبيت اخلي التريب ده عباره عن كلاس عام بياخد اي مركبه، يعني مش شرط باص، ممكن مثلا يكون بياخد عربيه سياره، ممكن مثلا التريب دي تكون عربيه نقل، ممكن مثلا يكون التريب دي ولنفترض نقول مثلا من النوع سي اللهم صل على رسول الله ليموزين. فكده تريب مش هينفع ان هو ياخد باص بس، هنا المعضله الحقيقيه. فانت لما هتيجي تبص كده هتقول ايه؟ والله دلوقتي هو انا ممكن اعمل حاجه، وانا لو قلت ان الباص ده عباره عن فيكل، وده اللي هيجي في دماغك دلوقتي بقى، ان انت تحول الكلاس ده لحاجه اسمها فيكل مثلا زي اللي هي الايه المركبه على سبيل المثال، وتيجي بقى تبص على العمليات اللي هتختلف بقى من ايه من واحد للتاني، ما هي دي الحقيقه بقى. فتقول مثلا والله ده مثلا بيتحرك بطريقه، وده مثلا عنده عدد ابواب ولا لا، التاني ممكن ما يكونش فيه ماكسيمم نمبر اوف باسنجرز مثلا، لانه ممكن تكون عربيه صغيره، وتختلف بقى هنا العمليات والخصائص زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا اول حاجه تحطها في الاعتبار، ودي ان شاء الله هندرسها برضو قريب، اول لما تلاقي عندك مجموعه من الكائنات بتتشابه مع بعضيها فهي كده بتمثل نوع، زي الفيكل اللي انا لسه متكلم عنها دلوقتي حالا.
فلما تيجي تبص بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت اول ديزاين باترن هيخطر في دماغك هنا انك تانكابسوليت وات فاريز، اللي هو اللي بايه الحاجه اللي بتختلف معاك من كل واحد في دول. فهنا بتضطر على طول اوتوماتيكيا انك تدور على ديزاين باترن زي الاستراتيجي ديزاين باترن للناس اللي اوريدي فاهمه ديزاين باترنز، اللي لسه ما تعرفش ان شاء الله انا هكمل سلسله ديزاين باترنز فهشرح فيها الديزاين باترن الاستراتيجي وايه اهميته وهنشوفه دلوقتي حالا واحنا مع بعض. فانا لما اجي ابص بقى هنا هلاقي ايه؟ هلاقي انه المبدئين دول بيكملوا بعض، الاو سي بي اللي هو الاوبن كلوزد برنسبل والاس ار بي. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. انا قلت دلوقتي ان انا لسه ما عملتش اي حاجه، فقط عملت تريب بس طرق عندي في التطبيق بتاعي ريكويرمنت جديده. فاحيانا الريكويرمنتس بتضطرك ان انت تعمل ديزاين جديد للسوفت وير بتاعك. يعني ممكن يكون في ديزاين باترن بقى هنا دوره زي الاستراتيجي اللي هنطبقه دلوقتي حالا. فتيجي تقول ايه بقى؟ تقول لا طب ثانيه واحده بقى كده، انا هنا المفروض ان انا عندي الباص صح؟ هقول لك اه. طب ما الباص ده ليه برده عمليات بتختلف عن العربيه صح؟ هقول لك اه. وممكن برده العربيه تتشابه مع الليموزين في حاجه، بس الباص مثلا يبقى ليه عمليه مختلفه عن ال 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 اللهم صل على رسول الله مثلا اللي هو السياره، وانا افترض تتعقد معاك الامور اكتر فتلاقي نفسك انه المركبه اللي انت بتتكلم عنها دي او التريب دي قد تشمل اي حاجه بقى ايا من كان. فتقول لي صح تصدق، يعني ازاي؟ انا اقول لك مش شرط بس ان التريب تكون بريه، ممكن التريب تكون بحريه، ممكن التريب تكون جويه. طب في الحاله دي هنتصرف ازاي بقى؟ هنا بقى يجي دور ان احنا نعمل انكابسوليشن. المفهوم ده يا جماعه احفظوه صم. الانكابسوليشن واهميته الكبيره جدا، انكابسوليت وات فاريز. افتكر البرنسبل ده، انكابسوليت وات فاريز، يعني قم بعمل انكابسوليشن لكل ما تراه متغير. بمعنى ايه؟ الباص بيتحرك، السفينة بتتحرك بس دي بطريقة ودي بطريقة تانية صح؟ اه. طيب الباص ما بيطرش، السفينة ما بتمشيش على الأرض، دي بتعوم على المية وده بيمشي على عجل. طب الطيارة، الطيارة بتطير في الجو يعني عندها خاصية الفلاي. فالموف هنا مختلف تماما، ليه؟ لأن الموف هنا ده بيطير، والموف هنا ده بيمشي على الأرض، والموف هنا ده بيعوم. وبكده انت هتنشأ عندك مجموعة من العمليات زي ما انت هتشوف دلوقتي، هي هياها في الامبلمنتيشن مختلفة عن بعضيها، انما هي عملية واحدة، الحركة من مكان الى اخر. ده بيطير وده على سبيل المثال بيمشي على قدمين، وده على سبيل المثال بينط، وده واخدها دراجة، وده واخدها بالبحر، وده واخدها في البر. فتلاقي ان هي نفس العملية، هي الموف، انما الحقيقة ان الامبلمنتيشن مختلف. This is what we call أو هذا ما نطلق عليه what varies، أي ما يتغير في الامبلمنتيشن بتاعه. إنما في الحقيقة هم نفس الكائنات، هي عبارة عن فيكل، هي دلوقتي اسمها صاروخ بتطلع للفضاء، هي دلوقتي اسمها طيارة بتطير، هي دلوقتي اسمها سفينة فبتمشي في البحر، هي دلوقتي اسمها سيارة فبتمشي على الأرض، وهكذا. تعال بقى نطبق المبدأ ده عن طريق الاستراتيجي ديزاين باترن، وفي نفس الوقت كمان نبدأ نشتغل على الأو سي بي. في الاو سي بي انت هتطبق فعلا المبدا ده بالايه؟ بالاستراتيجي ديزاين باتر، ممكن كمان التمبلت ديزاين باتر نمشي مع الحكايه دي. بس خلينا دلوقتي في ان احنا بنقول ايه؟ ان احنا مش هنفتح الباص فور موديفيكيشن، وصلت بقى كده؟ هيفضل كلوزد، وي ويل نوت موديفاي الباص، خلاص خلاص كده. احنا هنعمل فاميليز اه من المركبات على سبيل المثال من نوع واحد اللي هو المركبه، متعددين حتى في مسمياتهم، لكن في الاول او في الاخر احنا مش هنعدل على كل واحد في دول، لا خلاص احنا هنعمل اكستنشن في هذه الحاله. هنا لما يجي بقى معاك المثال ده ممكن يجي معاك باكثر من طريقه. ممكن مثلا يكون انت في يوم من الايام عمال بتكتب تطبيق محتاج يسيف الاوتبوت بتاعك، بدل جيسون يبقى اكس ام ال وجيسون، يبقى اتش تي ام ال وجيسون واكس ام ال، يبقى تكست واكس ام ال وجيسون واتش تي ام ال، وهكذا. فاميليز كلها بتدي نفس الاوامر، نفس العمليات، قد تختلف في الامبلمنتيشن انما هي نفس العمليات. فهنا بقى يجي مبدا مشهور جدا في عالم الاوبجكت اورينتد ديزاين اسمه بروجرام تو ان انترفيس نوت تو امبلمنتيشن او بمعنى اصح
كونكريت كلاس. يعني ايه يا محمد الكلام المعقد انت بتقوله ده؟ يعني يا جماعه من الاخر كده، لما تيجي تستخدم التريب ده الله يخليك، ما تقولش انا عايز حاجه من نوع باص، لا هنا بقى احنا هنستخدم انترفيس حلو دلوقتي مع واحد ابستراكشن كلاس محترم كده، وهنستخدم هنا الايه الانترفيس بتاعنا. فبالتالي الانترفيس هيضمن لك ان كل نوع هيخش لي هنا، سواء كان باص ولا عربيه ولا طياره ولا صاروخ ولا حتى ضفدع بتنط في الميه، بتقوم بنفس العمليه اللي هي الايه الموف. وصلت كده؟ This is what we call، او هذا ما نطلق عليه program to an interface not to an implementation. يعني مش لكونكريت كلاس، مش لكلاس زي باص، لا زي ما نقول ايه للنوع بتاعه اللي هو الفيك اللي انا هعملها دلوقتي. فبالتالي انت كده ضمنت وانت بتبروجرام او بتستخدم الانترفيس بتاعك او بتستخدم على سبيل المثال النوع ده، ان انت لو رميت له عربيه، لو رميت له باص، لو رميت له طياره، لو اديته اي حاجه هنا، فكلهم هيتبعوا نفس الايه نفس الموف. تعال بقى نشوف مع بعض بهذه الشكل. انا هاجي هنا ونفترض الشكل ده كده، وهم قايل ايه، انا هعمل هنا كلاس، انا اسف انترفيس مش كلاس، هعمل هنا انترفيس اهو، وهسميه اي فيكل بالمنظر ده كده اهو. اي فيكل ده، هو انا كاتب الكلمه دي غلط؟ انا متاكد 100% فيكل والله. ايوه في اتش اي سي ال اي، في اي اتش اي سي ال اي، صح انا كتبت اتش زياده، معلش انا اسف. طيب لازم نروح لده برضه نقول له احنا اسفين لحضرتك، حضرتك سامحنا الله يخليك. طيب تعالى بقى هنا معايا، بص كده، انا هاجي هنا اهو، قوم قايل له والله بعد اذن حضرتك انا كل اللي انا محتاجه بس منك ايه، فانكشن اسمها موف، ودي بترجع لي دايما ايه string بالشكل ده كده. طبعا معلش يا اسف، طبعا في الاول او في الاخر انت ايه، انت محتاج ان انت ترجع ايه، ترجع string. ليه انت محتاج الفانكشن بتاعتك دي؟ انت محتاج الفانكشن بتاعتك دي علشان كل الكلاسات الكونكريت اللي هتمبلمنت الانترفيس ده، هي من نفسها هتعمل امبلمنتيشن كل مره مختلف عن ايه، عن التاني. تعال نشوف مع بعض كده، هتيجي هنا وتقول ايه، والله انا عندي مثلا على سبيل المثال الباص، يا حلاوه يا اولاد الباص ده فيه باص نمبر ونمبر اوف باسنجر وكلر وماكسيمم سبيد ودور والكلام ده، حلو قوي الحاجات دي كلها، مفيش مشكله فيها خالص، حلو قوي. خلينا ندور كده مع بعض، كله تمام وما عندناش مشاكل. تعالى بقى هنا، انت عندك هنا ايه بابليك موف. طيب الباص ده انا لو جيت قلت له ان هو بي اكستنس الاي فيكل بهذه الشكله، في اي اتش اي سي ال اي بالشكل ده كده اهو، هتبص تلاقي عندك ايه بقى، معلش انا اسف انا النهارده شويه مش مركز، بس بي امبلمنت الاي فيكل اهو. طيب انا عندي هنا ايه الموف، صح الكلام ده؟ صح الكلام ده. تعالى بقى كده معايا، انا عايز اعمل كور، كور ده كلاس، وكلاس ده بي امبلمنت ايه الاي فيكل، حلو الكلام ده. وطبعا لازم بابليك فانكشن، ونفترض نسميها هنا موف، ودي ايه بتريترن طبعا string، وهترن هنا مثلا مؤقتا I am a car and I am moving، حلو كده، حلو الكلام ده. تعالى لي بقى هنا على سبيل المثال، وانا افترض واعمل لي زي الكلاس الكار ده، اعمل لي مثلا say ship، حلو كده. وتعالى هنا I am a ship and I'm floating، وهاتلي ده بالمنظر ده كده، وخليه مثلا plane I am a plane and
I'm flying. Flying بس كده. خد سطر هنا، خد سطر هنا، خد سطر هنا مؤقتا. تعالى بقى دلوقتي، كل دول زي ما حضراتكم شايفين بهذه الكيفيه، كلهم بهذه الكيفيه بيعملوا ايه؟ بيعملوا موف. تعالى نعمل كده return I am a bus and I am moving on the roads. طيب في الحاله دي بقى لو جيت بصيت معايا انا هنا كل اللي عملته ان انا عملت انواع، لان اضطرتني الحاجه ان انا اعمل انواع. ما جتش بقى على الباص وسميته فيكل وقعدت اعدل فيه وقمت جاي هنا في الموف وقلت له ايه في النوع مثلا بيساوي بص اعمل كذا، ايه في النوع بيساوي بلين اعمل كذا، ايه في النوع لا 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 نهائيا نهائيا. طيب تعالى بقى كده نعمل ريفاكتورنج اكتر. معلش والله انا شايف انه في اصلا مجموعه من الخصائص والعمليات ممكن تكون متشابهه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا على سبيل المثال الباص له نمبر صح؟ له نمبر. انما العربيه ممكن ما يكونش ليها نمبر والشيب ما يكونش ليها نمبر، صح كده؟ وهكذا، مظبوط؟ مظبوط. طيب النمبر اوف باسنجرز ممكن يكون للباص مناسب والطياره برضو مناسب لان هما بياخدوا احجام كبيره على سبيل المثال. انما السفينه ممكن لا، ممكن يكون بوت صغير ولا افترض. ممكن مثلا عربيه برضو صغيره، مش هقول هما معروفه اربعه من هنا واربعه من هنا وشكرا خلاص. تمام كده؟ الكار اللي انا شايف ان هو يعني موجود في كل دول. لا ثانية واحدة بقى كده الله يخليك. طب ما تيجي نعمل abstract class هنا بالمنظر ده كده ونسميه مثلا على سبيل المثال VEI هو هي كانت ايه VEIE والله ما فاكر HICL vehicle اهي. حلو كده؟ ده بقى مش class، ده abstract class بهذه الكيفية. والabstract class ده هيحتوي على الخصائص الآتية. هات الله يخليك الباص ده وهاتي الكالر منه بالشكل ده كده، وهاتلي كمان الماكسيموم سبيد بالشكل ده كده، وهاتلي كمان الدورز، لا خلي دورز دلوقتي، هاتلي الدرايفر ماشي، درايفر اساسي مليون في المية لكل دول هو والراوتس اهم الشكل ده كده صح؟ صح. طب تعالى لي بقى الله يخليك كده سيب الدورس. حلو كده. وتعالى لي هنا هو على الباص بتاعك ده الكونستراكتور بتاعه سيبه دلوقتي. هات لي بقى انت خدت هنا ايه؟ الماكسيموم سبيد والدرايفر والراوت صح كده؟ اه صح كده. طب تعالى معايا معلش. نقول ادي جيت كلر سيت كلر maximum speed. حلو كده بالمنظر ده كده اهم، اتاخدوا كده ويروحوا فين؟ يروحوا هنا معايا اهم اهم. تمام. طيب ايه عندي كمان؟ عندي والله كمان حضرتك الدرايفر والراوتس. طيب الدرايفر والراوتس اهم الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كات بهذه الشكله اهم كده بالمنظر ده. نعم دلوقتي نعم دلوقتي. حلو كده؟ حلو. في الحالة دي بقى الكلاس اللي قدام حضراتكم ده عبارة عن كلاس فيكل. في تقريبا كل الخصائص والعمليات الأساسية اللي في كل فيكل في دول. كلهم ليهم كلر، وكلهم ليهم ماكسيمم سبيد، وكلهم ليهم درايفر، وكلهم ليهم راوتس. صح الكلام؟ صح الكلام. إنما بقى لو جيت هنا هو على سبيل المثال هتبص تلاقي مثلا إيه؟ الباص ده سيادتك هنا ليه دورز. ليه نمبر وليه نمبر اوف باسنجرز، واحنا لسه سايبين الكلام ده كله نمبر اوف باسنجرز ودورز وايه وايه جيت باص اهو اللي هو الباص نمبر. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام ده. تعالى بقى هنا وقول لي بعد اذنك ده بي اكستندز الفيكل وبي امبلمنتس الاي اي فيكل. ليه بقى؟ لان انا هجبره كل مره انه يعمل امبلمنتيشن مختلف للايه للموف، كل واحده بتموف بطريقه مختلفه عن الثانيه. انما كلهم تقريبا عندهم نفس الفيكل، فبالتالي لو رحت هنا بقى على البلين والشيب والكار فهقول له والله ده بيكستندز الفيكل وبي امبلمنتس الايه؟ الاي فيكل. شوف شوف بقى قمه النظام. شوف الشيب هنا بتكستندز الفيكل وبتمبلمنتس الاي فيكل، البلين نفس الكلام بتكستندز الفيكل وبتمبلمنتس الاي فيكل. لو جيتوا بقى بصيتوا معايا هنا
بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بقى بالمنظر ده كده، هتلاقي كده ان انت عندك ايه؟ عندك الاي فيكل ده انترفيس فيه الموف، ولان الامبلمنتيشن مختلف ما بين كل واحده والتانيه، فزي ما حضراتكم شايفين قدامكم هنا ايه اللي حصل بقى؟ كل واحده منهم بتطبق الموف بطريقه مختلفه عن التانيه، تمام كده؟ طيب والباص نفس الكلام، هو والبلين والشيب والكار بيشتركوا في مجموعه من الخصائص والعمليات، فقمت حاططهم على طول في ابستراكت كلاس، وعملت اكستند الابستراكت كلاس ده على امل بعد كده ان انا لو حبيت على سبيل المثال اضيف اي مجموعه من الخصائص او العمليات ممكن كلهم يتوارثوها منين؟ من الابستراكت كلاس ده. ده بالاضافه كمان ان انا ممكن اعمل عمليه ابستراكشنز او اعرف اي ابستراكشنز ثانيه هنا جوه كمان بهذه الشكل حضراتكم شايفينها. فبكده لو انت جيت بصيت بقى عندك على سبيل المثال الكار مثلا، الكار بقى هنا لو جيت بصيت لها الكار مختلفه. ليه بقى؟ بص معايا، الكار ملهاش دورز صح، الكار ملهاش نمبر اوف باسنجرز مظبوط، انما شوف هو معلم على درايفر والكالر والماكسيمم سبيد والراوتس. في الحاله دي انت لو جيت بصيت على سبيل المثال بالشكل اللي حضرتك شايفه ده بهذه الكيفيه، التريب هنا احنا اسفين يا سيدي، التريب هنا خدت المره دي بقى ايه؟ باص. بس في الحقيقه هي كار. الله، يعني انا لو جيت عملت ريفريش دلوقتي هيديني ايرور؟ اه هيديك ايرور. طب ليه يا محمد هيديك ايرور؟ الله يخليك يعني فهمني. تعال نشوف مع بعض كده، لما تيجي تعمل ريفريش هيقول لك ايه؟ ارجيومنت واحد المفروض ان هي تكون انستنس اوف باص، سيادتك مديني كار. لا انا مش هبروجرام بعد كده لاي كونكريت كلاس خالص، لا لا يا عم شيل لي بص ده خالص، اي فيكل. لا يا عم انا مش بتاع باصات انا والكلام ده، لا عمليه مختلفه عندي تماما. طب هنا ايه؟ اي فيكل، فهمتني؟ وبدل باص دي لا، العمليه بقت مختلفه تماما. ليه بقى سيادتك؟ لان هنا اسمها فيكل بهذه الشكل، والفيكل دي سيت باص اهي، سيت فيكل بالمنظر ده كده، ودي سميها فيكل او اي فيكل اهي بالشكل اللي قدام حضراتكم دي اهو بالمنظر ده كده، وفيكل دي جيت باص. لا يا حبيبي دي ده بيرجع اي فيكل، ودي فيكل بالمنظر ده كده، وذيس باص لا دي هي ذيس فيكل بهذه الشكل، وبدل باص لا اي فيكل كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شفت بقى؟ بتريتيرن ايه؟ اي فيكل. يبقى انا هنا دول مفيش اي تغيير فيهم نهائيا اهو. شوف بقى، ركز بقى معايا، هات لي الفيكل بالله بقى. هنا انت عملت ديليجيت في الموف للاي فيكل، طلع كار، طلع بص، طلع طياره، طلع سفينه. يا عم انا مالي؟ انا ماليش دعوه، انا عملت ديليجيشن، انا راجل هعمل موف اه، بس لما اجي ابص هقول له، بقول لك يا عم مش انت بتتحرك؟ اتحرك زي ما انت عايز الله يخليك، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه اعرف حتى انت انت اصلا بتتحرك ازاي. شوف الانكابسوليشن ده كله ما يعرفش حاجه عن الفيكل دي، ولا حتى يعرف حتى دي نوعها ايه، ولا يعرف حتى دي كانت باص ولا كانت سفينه ولا كانت طياره، هو مش دعوه خالص. هو له ان هو دلوقتي بقى بدل ما كان بيبروجرام تو ا كونكريت كلاس زي باص، لا يا معلم انا دلوقتي بكونكريت بديفلوب او ببروجرام لانترفيس واضح قدامي اهو. الحاله دي بقى انت لما تيجي تعمل ريفريش هتلاقي العمليه مختلفه، ان هيقول لك ايه؟ اي ام اي كار ام موفينج ام موفينج، فهمتني؟ شوف بقى العمليه بقت مختلفه ازاي. هنا بقى لو جيت قلت له لا والله ده هي، انا اسف دي هي كانت بلين، انا نسيت اقول لك اصلا هي بلين مش كار على سبيل المثال، فهمتني؟ لا يا حبيبي ام بلين اند ام فلاينج. شوف بقى، شفت اللي حصل؟ انت كده عملت ايه؟ ما فتحتش كلاس عشان تعمل موديفيكيشن ليه؟ لا 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 لا، ده حتى احنا ما عملناش موديفيكيشن، ده احنا خدنا كمان عملنا ريفاكتورنج، بقينا ناخد الحاجات المتشابهه اللي عارفين ان هي هتتكرر حطيناها في ابستراكت كلاس لوحدها، خدنا العمليات اللي فيها ديفرنت امبلمنتيشن انكابسوليت وات فاريز، رحنا عملنا انترفيس، لسه في كمان حاجات هتكلم فيها، تمام كده؟ وزعت الكلاسز بتاعتي، وزعت الانواع بتاعتي، خليت الفيكل انا اسف الباص والبلين والشيب والكاري اكستندوا الابستراكت كلاس فيكل وامبلمنتوا الاي فيكل انترفيس، وبقيت قاعد مستريح ولا في دماغي خالص. قلت له هنا شيب، يا عم الله يخليك شيب ولا مش شيب، انا مش فارق معايا اهو، انا شيب انا ام فلوتنج. شوف بقى ميزه الديليجيشن هنا بقى، ان التريب هتقول لك موف، انها في الحقيقه هي هتستعين بالفيكل
فهتقول له ايه؟ انا افوضك يا عم الفيكل انك تتحرك. فهي اقول لها حاضر انا هتحرك. وعشان الانكابسوليشن هنا في اعلى درجاته فاقول لك والله انا اصلا بص ده فيكل بقى، انا مناش فارق معايا ان كان طياره ان كان صاروخ ان كان حتى ضفدع بينط، انا مالي، انا كده كده في الاول وفي الاخر رميت الامر على الفيكل والفيكل هي تتصرف. كده انت فهمت مفهوم مهم جدا جدا، انكابسوليت وات فاريز، والمفهوم التالي بروجرام تو ان انترفيس نوت تو ا كونكريت كلاس. يعني هبرمج بعد كده باستخدام انترفيس، احط له هنا انترفيس نوع من انواع الاي فيكل. والله عندي انواع كتير، عندي باص وعندي بلين وعندي شيب وعندي كار، وبكده انت ضمنت ان مهما قعدت تعمل من انواع فكلهم بيتحركوا لان كلهم عندهم ايه؟ موف، زي ما انت شايف كده. فهمتني؟ طبعا الناس انا متاكد في المحاضره دي هتبدا تاخد وقت وممكن تشوفها مره واثنين وثلاثه، لان العمليه برضو زي ما قلت لكم مش سهله في الاستيعاب في البدايه، لكن صدقوني واحده واحده هتلاقوا العمليه سهله جدا. واي حد عنده سؤال انا تحت امركم على الميل وانا ان شاء الله هرد عليه. فهنا بقى بدات اشوف ده، الله ده انا ده يا سلام، ده انت ديزاين باترنز هنبدا نشتغل، وسوليد برينسيبل هنعرف ازاي نابلاي صح، ريفاكتورنج هنبدا نفهم الريفاكتورنج صح. محتاجين نبقى فعلا software engineers professionals، نفهم ازاي نكتب كود كلين كلين كلين. طيب تعالوا معايا بقى تاني ونشوف كده. دي الفيكل بتاعتي، كار شيب بلين باص. امال ايه اللي اختلف هنا في الباص بقى يا معلمي بقى؟ لا اللي اختلف بقى محمد زي ما حضرتك شايف ان الباص هنا فيه مجموعه من الخصائص والعمليات مش موجوده اساسا في الفيكل، فانا عملت لها اكستند بقى. انا عملت اكستند للفيكل بان انا حطيت مجموعه خصائص تانية وعمليات تانية بس خاصه فقط بالايه؟ بالباص. فهمتني؟ ولو انا جيت دلوقتي ممكن اقول بقى حاجه ثانيه، ثانيه واحده كده، انت محمد هنا بتقول ايه؟ النمبر اوف باسنجرز حلو. طب النمبر اوف باسنجرز ده ايه ظروفه بالظبط؟ بقول لك والله النمبر اوف باسنجرز ده زي ما حضرتك شايف كده عباره عن خاصيه وعمليه بس موجوده فقط فقط لمين؟ موجوده فقط لل الكلاسز على سبيل المثال اللي ممكن تستحمل حاجه زي كده. شفت بقى ان انت لما جيت بصيت هتلاقي انه في اختلافات ومتشابهات كتير، اختلافات في العمليات انما متشابهات في نفس العمليه. هو كله بيعمل موف، كله عنده كلر بس مش كله عنده باس نمبر، كله عنده على سبيل المثال مثلا ونفترض احنا كنا حاطين ايه هنا في البتاع ده، كله عنده ماكسيمم سبيد، كله عنده درايفر هيسوق، وكله عنده راوت لكن مش كلهم عندهم ايه؟ مش كلهم عندهم انا اسف اللي هو اللهم صل على رسول الله، قولوا معايا يا جماعه، مش كلهم عندهم باص نمبر او نمبر اوف باسنجرز او دورز. طيب حلو جدا الكلام ده. هنا بقى في الحاله دي انت لو جيت بصيت بقى هتلاقي ان انت عشان تطبق كمان الاستراتيجي ديزاين باترن بطريقه افضل، انا كمان ممكن يكون عندي مجموعه من العمليات اي نعم زي ما حضراتكم شايفين مختلفه، وانتوا شايفين كده ومختلفه من مكان للتاني لكن ممكن تكون متشابهه في حبه حاجات، صح؟ طب اقول لك ازاي بقى؟ بص معايا، شوف يا سيدي. لو جيت انت بصيت دلوقتي بقى هنا، ركز بقى معايا في النقطه دي لانها مهمه جدا. لو جيت انت بصيت هنا، شوف شوف كده معايا. مش ده موف، صح كده؟ I am a bus and I'm moving on the roads. والكار دي نفس الكلام برضو. لو جيت فتحتها I am a car and I'm moving، هما الاثنين اصلا بيتحركوا بنفس الطريقه. السفينه بتعوم على الميه، الطياره بتطير في الهواء، انما الباص ده بقى لا لا، هنا بقى في حاجه مختلفه. ليه بقى؟ لان انت لو جيت ركزت هتلاقي ان انت عندك هنا الموف هتتشابه. كل لما تيجي تلاقي ان انت بتعمل عمليات متشابهه يعني كود هيتكرر على طول، انكابسوليشن على طول، انكابسوليشن ما تفكرش. الله، طب انا هعمل ايه بقى في المعضله دي بقى؟ الله يخليكوا بقى، حاجه بسيطه جدا جدا جدا. انا دلوقتي العمليه بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها موف. اجبرت كل الناس، كل الناس اللي هي بتمبلمنت الاي فيكل انها تمبلمنت الموف دي، صح كده؟ صح. وكل واحده منهم بتمبلمنتها بطريقه مختلفه. لقينا واحنا قاعدين شغالين ان عندي نوعين من انواع المركبات عندهم تقريبا نفس الحركه بالظبط، بيتحركوا على الارض بعجل. الله، طب ازاي يا جدعان كده؟ طب هعمل ايه؟ ده كده كود بيتكرر. ما هو خد بالك انت مش مجرد انك عملت انترفيس وحطيته هنا وقلت له موف
واجبرت كل دول ان هم يمبلمنتوا الموف بالطريقه اللي هم عايزينها، انه معنى ذلك الكود ممكن ما يتكررش. لا، ده ممكن يتكرر. ليه بقى؟ لان ده ممكن يقول لك ايه، اي ام، بص كده، اي ام موفينج اون ذا رودز اهو، والكار دي برضو اي ام كده موفينج، بص كده، موفينج اون ذا رودز بالشكل ده كده. واديك بقى كمان التقيل اكتر، حط دي كمان وخليها هي اسمها ايه، هي اسمها ايه والله ما فاكر اسمها ايه، بايسيكل، اه بايسيكل، اه بايسيكل، اي بايسيكل، اه بايسيكل، اه معلش انا اسف انا عبيط شويه. تمام كده، تعالى بقى بالمنظر ده كده اهو، بص كده معايا نفس الكلام، I'm moving on the roads. ما فعلا ده ماشي على الطريق وده ماشي على الطريق وده ماشي على الطريق. الفرق بقى انه الشيب بتاعتي هنا لو جيت بصيت، I'm a ship and I'm floating، لا I'm floating over waves مثلا، هنا I'm flying اهو through the sky. يا سلام، ده كده عمل عندنا مشكلة. ليه عمل عندنا مشكلة حضرتك؟ احنا كاتبين بتاع ده غلط كده. الله يخليك، اعمل ريفيلين فايندر واعمل كده، اقول له احنا اسفين حضرتك، اخر مرة نعمل الحركة دي، احنا اسفين، احنا اسفين جدا اللي معلك. حلو كده، ده احنا عندنا مشكلة. ليه مشكلة بقى؟ شوف، دور ورا نفسك على طول، كود دوبليكيت، كود دوبليكيت، كود دوبليكيت، الكود عمال بيتكرر. هو ده الكود؟ اه هو ده محمد الكود. طب ثانية واحدة كده، هو ده الكود؟ اه يا محمد هو ده الكود. الله، طب هو ده الكود؟ لا ده مختلف. طب هو ده؟ لا ده مختلف. هو ده على سبيل المثال كان فين تاني؟ اسمها ايه؟ بايسيكل اهي كده. اه طب ايه بقى، انا كل شويه اكرر الكود بتاعي؟ ما هو ده كود دوبليكيت، ده من الحاجات اللي تعتبر باد كود سميلز. طب نعمل ايه في الحاله دي بقى؟ هنا بقى يجي تكمله الايه، تكمله الاستراتيجي بتاعنا بقى. بيقول لك ايه، انكابسوليت وات فاريز. طب ما احنا كنا عاملين البتاع وكان زي الفل، كان لازم يعني تنقي فيها وتحط لنا بايسيكل وتقول ان هي تمشي زي الباص وتمشي زي الكار. اه لازم اوريك كل السيناريوهات الممكنه اللي قدامك. طب هتعمل ايه يا عم الفقيق؟ حاضر، ثانيه واحده معانا. بصوا كده يا جماعه، روحوا هنا مع بعض على التريب، اقول له شكرا خلاص مش عايز منك حاجه. انا اسف. روح ايه تاني يا ده محمد، روح ايه تاني؟ فين 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 فين؟ اه اهي على الاي فيكل، قول له اه تعالى انت بقى يا سيدي بقى، تعالى انت، الله يخليك بقى يا اخي، تعالى تعالى بقى كده. بص شوف بقى معايا بقى كده، ركز معايا، ده كده اسمه ايه؟ اسمه اي فيكل، صح كده؟ ده انترفيس. الانترفيس ده لما تيجي تبص عليه هتلاقيه بيعمل ايه؟ هتلاقيه بيعمل عمليه مهمه جدا جدا، وهي انك بتعرف من خلاله ايه الحاجه اللي كل دول مشتركين فيها ولازم يعملوا لها امبلمنتيشن مختلف عن التاني. صح الكلام ده؟ صح الكلام ده. طب امال انت في الحاله دي بقى هتعمل ايه سيادتك بقى؟ انا بقى هقول لك بقى. هقوم انا عامل ده كده زي ما هو اي فيكل، حلو كده؟ ودي الموف، صح؟ هتقول لي اه. هقوم قايل لك بس ثانيه واحده بقى، الله يخليك. انا هعمل هنا كلاس بالمنظر ده كده اسمه موف اون ذا رودز. بالمنظر ده كده، دي طريقه ايه؟ دي طريقه موفينج، دي طريقه موفينج، وده بيمبلمنت ايه بقى؟ الاي فيكل بالشكل ده كده. وهقوم انا جاي واخد دي كده كات من هنا، هقوم رايح هنا وهقوم حاططها هنا بالمنظر ده. ما كلهم كده بقى، شوف بقى انت كده كل عندك امورك تمام، امورك تمام، اه اموري تمام. طب حضرتك ايه بالظبط بقى عشان بس افهم انا هعمل ايه يعني؟ خليك معايا وركز معايا. هنا انا عملت ايه؟ موف اون ذا رود. تعالى بقى اعمل لي كمان كلاس مثلا سميه موف اوفر ويفز، دي بقى للسفن، الناس اللي بتعوم بقى بالمنظر ده كده. ده بيمبلمنت كمان ايه؟ بيمبلمنت الاي فيكل كده. اي ام فلوتنج اوفر ذا ويفز مثلا. وبعدين تعالى لي هنا اهو، خد ده وروح هنا وقول لي موفينج اون ذا رودز. لا يا عم، ده انا اهي
flying in the sky. سمي ده flying in the sky. I'm flying. Flying in the sky. بالشكل ده كده. لما تيجي تركز بقى ده شكرا وده moving over waves. ده بي fly في السماء. ده on the A on the roads. دول بقى بي implementوا الفاميلي بتاعت الموفينج. يعني كل دول بيموفوا مع نفسهم. كده انا ما اجبرتش ان كله يموف بنفس الطريقه. لانه ده ممكن يموف بطريقه، ده ممكن يموف بطريقه، ده ممكن يموف بطريقه، بس في الحقيقه ان ممكن يكون عندك انواع هي كمان نفسها بتموف بنفس الطريقه. فايه بقى؟ هقعد اكرر الكود؟ لا 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 نهائيا. حل استراتيجي ديزاين باتر زي ما انا عملت بالظبط كده. كده انا عملت فاميليز من الفانكشناليتيز نفسها. ما هي الفانكشناليتيز اللي كانت بتختلف في الامبلمنتيشن من كائن للتاني في دول كانت الموف. لما عملت الاول اي فيكل كان حل منطقي جدا. لما الديزاين بقى استدعى ان انا احط انواع تانية بنستخدم نفس النوع الحركه، الله ده انا كده بكرر الكود. شفت بقى السوفت وير ديزاين ممكن يختلف معاك ازاي وانت قاعد شغال على البروجكت بتاعك وهكذا. تيجي بقى هنا تقول لا ثانيه واحده، الله يخليك سيب لي بقى الاي فيكل ده، ما انا خلاص خلصت نفسي وعرفت دول بيموفوا ازاي ودي بيموفوا ازاي بيموفوا ازاي. تعالى بقى دلوقتي انا مش بامبلمنت الاي فيكل. الله امال ايه يا عم الحاج؟ يا عم انا مش بامبلمنت الاي فيكل، هي غلاته مش غلاته ايه؟ طب امال انت هتعمل ايه؟ بس اسمعني بس الله يخليك استنى بس، انا مش بامبلمنت الاي فيكل خالص. طب ايه تاني يا عم الفقيك؟ لسه عندك البلين اهي مش بتامبلمنت يا كمان. هي دي كمان؟ هي دي كمان. طب ثانيه واحده كده الله يخليك. ايه كمان؟ ايه كمان؟ ده انا عندي هنا ايه يا دي يا محمد؟ ايه يا دي يا محمد؟ ايه؟ تعالى مثلا هنا اقول فين 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 الشيب مش بتامبلمنت البلين اهو بالمنظر ده كده. خلاص خلاص. تعالى بقى دلوقتي الله يخليك كده بص معايا. دول كده هم كل الحاجه اللي ايه اللي بتمشي وبتتحرك وبتطير. من الاخر اللي انت شايفهم قدامك كل دول على بعض هم الفيكلز. منهم ما يتشابه، منهم ايه؟ ما يتشابه في الايه؟ العمليات زي ما انت شايف كده بالمنظر ده. ومنهم ما هو ايه؟ مختلف. يعني ممكن يكون الباص والكار والبايسيكل الثلاثه بيجروا على الارض وده بيطير وده ايه؟ بيمشي في الميه. طب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ هعمل بقى كومبوزيشن، هكومبوز الخصائص دي بقى. هقول له هو سيادتك عايز ايه؟ تمشي تحت امرك، انت عايز تعمل موف صح؟ انا عايز اعمل موف. طب ثانيه واحده انا هخليك تموف، اصبر عليا بس كده. طب هتعمل ايه يا عم الحركه؟ ثانيه واحده بس، انت مستعجل ليه يا اخي؟ اهو هتعمل ايه بس؟ اهو برايفت موفابل اي فيكل مثلا. هو طبيعي دلوقتي كمان ان احنا بدل ما نعمل كده، معلش انا اسف، احنا نسمي ده عشان يبقى منطقي برضو ان هو بدل ما اي فيكل لا هو ايه؟ اي موف بالمنظر ده كده. يعني ده دلوقتي بيمثل حركه صح؟ ريفيلين فايندر اهو سميه ايه؟ اي موف مش اي فيكل بقى بالمنظر ده كده اهو. فاي موف ده دلوقتي بقى لما تيجي تعمل كده اهو بالشكل ده تجي لي بقى هنا، ده خلاص ده خلاص ده خلاص ده خلاص كل دول خلاص. طيب تعالى بقى الموفينج هما دول الثلاثه دول. حاضر كده الاي فيكل تبقى اي موف اهي، وانت بدل دي هتبقى اي موف، وانت دي هتبقى اي موف. خد بالك بقى عشان اديك بقى تمرين تحله. افرض انت دلوقتي عندك دي خاصيه الحركه، لكن عندك خاصيه ثالثه او رابعه او خمسه ممكن تلاقيهم برضو متكررين ما بين كل دول، لكن اتنين منهم بيطبقوا بطريقه، دول بيطبقوا بطريقه، دول بيطبقوا بطريقه. على طول ما تفكرش انكابسوليشن، اعمل انكابسوليت لفاميلي اوف الجوريزمز، يعني عائلات من الخوارزميات. دي خوارزميه الطيران، دي خوارزميه البحر، دي خوارزميه البر وهكذا. تمام كده؟ تمام. طب دلوقتي بقى الموفبل ده اعمل حاجه تعمل ايه؟ بحم كده انت مزعل نفسك ليه اهو؟ اي موف يعني اي موف ده هيعمل ايه دلوقتي؟ ثانية واحدة بس انا هقول لك. المنظر ده كده. بابليك انا اسف معلش خلينا نعمل سيتر وجيتر للاي موف اللي فوق ده عشان زعلان من نفسه. فين هو؟ اهو. تمام؟
set movable get movable. حلو قوي الكلام ده. طب في الحاله دي انت هتعمل ايه بقى سيادتك؟ هعمل حاجه بسيطه جدا، هعمل كده this of وهعمل كده اهو get movable، هعمل كده move. انا نفسي عملت delegation، انا كباص عملت delegation. delegation بقى للموفابل بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ده ولا ده ولا ده؟ الله اعلم، لسه هنشوف دلوقتي. طب جميل الكلام ده، جميل جدا. طب خليك معايا بقى كده، الله يخليك. يعني ده كده ايه؟ الباص؟ اه ده الباص سيادتك. طيب واحنا دلوقتي حطيناه هنا في الباص صح؟ اه في الباص. طب مش كل دول هيموفوا؟ اه طب ما ناخدش دول دي كده بالمنظر ده زي ما سيادتك شايف يعني كده، ونروح نحطهم هنا في الفيكل بالشكل ده كده الجميل، وناخد ده من هنا اهم زي ما انت شايف، لان هم اصلا كده كده متكررين ما بين كل دول صح؟ اه صح اهم. واروح هنا على عمو فيكل ده واقول له عمو فيكل انا اسف حضرتك دي اخر مره انا هجيلك اهو بالمنظر ده. بص كده اهو شايف كده، انا عمال بضيف باكستند عمليات لكن مش بعدل في العمليات. لا ما عدلش عمليات، ما اقعدش اعمل اف والس وكونديشنز ملهاش اي معنى من بعضيها، وكل ما يكبر معايا الديزاين كل ما اتلخبط اكتر. لا ولا ادوبليكيت الكود ولا اي حاجه، كل الباد كود سميلز دي انساها من حياتك. هنا يعني بعد دلوقتي الباص ده يقدر على طول ان هو يعمل عمليه ايه؟ سيت للموف صح كده؟ سيت للموفابل وجيت للموفابل مظبوط؟ مظبوط. طب ما تيجي كده مع بعض نجرب الكلام ده، هل هو حقيقي ولا لا؟ تعال نشوف مع بعض. احنا هنيجي هنا مثلا ونفترض على الاندكس بتاعنا، ونروح هنا سيبك من التورز دي مش دلوقتي، سيبك من هنا خلاص حلو كده. ونروح هنا مع بعض بقى بالشكل ده ونقوم قايل له ايه؟ والله حضرتك دي كانت عباره عن مثلا بص حلو؟ اه بص شكرا اهو بالمنظر ده كده، هات الكار دي خليها بص. عندك سيت درايفر، سيت مش عارف ايه، سيت كذا، سيت كذا، كل ده مفيش مشكله فيه. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. تعالى لي بقى سيادتك لو سمحت، يعني لو سمحت واعمل ايه؟ روح هنا هو وروح على الموف صح؟ مش دي فانكشن الموف بتاعتك دلوقتي؟ اه طب ممكن تاخدها كده زي ما هي بالمنظر ده وتقوم رايح على الفيكل اه وتحطها هنا اهو برضه اه اهو. طيب ممكن بقى سيادتك ترتاح انت بقى ككلاس فيكل اهو، وتقوم قايل مش ده بيكستند الفيكل اه، عارف نفسه هيعمل ايه، وده برضه اه بس سوري بقى انا مش عايز حاجه من هنا دلوقتي خلاص. شوف اه شايف. طب والبلين دي مش بتكستند الفيكل؟ اه بتكستند، كل دول بيكستندوا الفيكل. طب والشيب دي مش بتكستند الفيكل؟ اه يا عم كلهم بيكستندوا الفيكل والله. طب حلو قوي. طب والباص ده بيعمل ايه؟ بيكستند الفيكل؟ اه بيكستند الفيكل. شوف وكده بقى سنجل ريسبونسبيلتي برنسبل، نفس الكلام الباص له خصائص وعمليات، اعمل اللي انت عايزه فيه مفيش مشكله، بس انما كل الخصائص والعمليات المشتركه حطيناها في الابستراكت كلاس ده. طب والشيب الفاضي ده ليه يا عم فاضي يا عم؟ حط له على سبيل المثال بتعوم بسرعه قد ايه؟ بتطير ولا ما بتطيرش؟ على سبيل المثال فيها قوارب انقاذ ولا لا؟ ولنفترض ليها مرسى ولا مرهاس؟ عندك حاجات كتير جدا تقدر تعملها. كل مره كل مره انت هتضيف نوع جديد وتكستند الفيكل، الحاجات الاساسيه موجوده. طب هنا بقى ناقص بقى انه يتحرك بقى، ما هيتحرك ازاي؟ والله عمره ما هيتحرك من مكانه، ما هو لسه ما اتحركش، هيتحرك ازاي؟ لازم اديله امكانيه، لازم اديله حقنه كده اكمبوز الحركه. اكمبوز الحركه ازاي بقى؟ اما اجي اقول له كده بص الله يخليك مش انت ايه؟ انت بص اه انت بص اه صح. طب ثانيه واحده كده، ست الموفابل هو ده انهي نوع من اللي بيمشوا على اه ده؟ تصدق نيو خليك كده معايا موف اون ذا رودز، اه ده موف اون ذا رودز ده يا معلم بالله العظيم يعني هو ده. اه هو ده يا سيدي. طب ما تيجي نعمل يوز كده بسرعه الشكل ده كده اهو موف اون ذا رودز، يعني كده موف اون ذا رودز دي بقت خلاص بقت واحده من امكانياته. اه ما خلاص ما انا عملت سيت موفبل خلاص كده، اديته امكانيه الايه؟ الحركه، عشان لما اجي اتحرك دلوقتي بالباص نفسه هنا بقى التربايه هتقوم رايحه للباص. حلو كده اهو التربايه هتقوم رايحه للفيكل، الفيكل نفسه اللي هو من النوع ايه هنا؟ من النوع باص. الباص نفسه ما عندوش هنا موف، انما البارنت بتاعه الابستراكت كلاس عنده موف. الموف هنا هيقوم رايح يقوم قايل لك ايه؟ يقول لك يا عم انا اصلا هجيب الموفابل اصلا بتاعي وبعد كده اقوم عامل موف، وبالتالي الموفابل بتاعي هنا كان عباره عن ايه؟ موف اون ذا رودز. يا سلام هنا ام موفينج اون ذا رودز. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت كده اهو بالمنظر ده كده هيقوم قايل لك ايه بقى؟ ثانيه واحده اه صح معلش انا اسف اي فيكل هي راحت فين البتاع دي؟
راحت فين يا ده محمد؟ راحت فين؟ راحت فين؟ راحت فين؟ احنا حطينا اي موف. اه صح، المفروض نعمل اي بيكل بتاعنا. خليك معايا، انا اسف، معلش، انا اسف، انا اسف، انا اسف حضرتك، انا اسف والله، انا نسيت. اي بيكل دوت بي اتش بي ده اي بيكل كده. وممكن مثلا على سبيل المثال تخطر بعد كده عندنا اي مجموعه من الخصائص او العمليات، انا اسف، العمليات الاساسيه اللي كل دول هيتورثوها، انا اسف، هيعمل لهم امبلمنتيشن من الاي بيكل. طيب يعني الباص وكل دول مش اي بيكل؟ اه كلهم اي بيكل. طب ثانيه واحده كده، الله يخليك، معلش انا اسف، هات الباص، فين هو يا عم الحاج؟ ده بيكستند البيكل. طيب اوكي، ممكن احط امبلمنتس اي بيكل. على فكره انتوا ممكن تكود برضو لابستراكت. ما الابستراكت عباره عن ايه؟ الابستراكت عباره عن كلاس اساسي كل دول هيعمل له ايه؟ اكستند لي وهكذا. طيب انا عامل هنا بريفير للاي بيكل ليه؟ لان انا عارف ومتاكد ان انت وانت شغال هيطلع معاك مجموعه عمليات ممكن كلها، ممكن كلها لازم تبقى امبلمنتد باي التشايلدز دول اللي هم الباص والكار والكلام ده كله، وممكن كل واحد فيهم يبقى له عمليه مختلفه. هنا اول لما تحس ان العمليه اصبحت بتتنوع لكن تم التشابه ما بين اتنين تلاته، لا ثانيه واحده يا حبيب قلبي، روح لي هنا وهكذا. اعمل زي ما احنا عملنا كده، فاميلي جديده من الحركه، لا فاميلي جديده من الكلاكسات، ده بيزمر بطريقه وده بيزمر بطريقه وده بيزمر بطريقه، ده ما بيزمرش زي العجله مثلا. فاميلي مثلا جديده من فانكشناليتي ثالثه، ما تفكرش على طول انكابسوليشن. طب تعالى بقى معايا هنا، بعد ما انا عملت كل الكلام ده، ادي البيكل بتاعتي اهي اهو، تعالى دول كده اهم، انا اسف، ده الباص، دي البيكل، دي ايه البيكل، دي ايه البيكل. طب واحنا ليه نقرف نفسنا ونتعب نفسنا؟ وفين هي راحت؟ فين انا كنت عاملها؟ فين في الشيب ولا فين؟ ولا في الباص ولا فين؟ الله يخليك، اهي سريع سريع، هات البيكل نفسه هنا اهو، امبلمنت الاي بيكل. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك. طيب دي موفابل، حلو قوي الكلام ده. تعالى بقى هنا اهو، اعمل ريفرش، I'm moving on the road. يا سلام يا سلام، يعني انا لو رحت دلوقتي هنا هو وخليت دي مثلا، وانا افترض شيب، او انا اسف خليتها كار، وهي نفس الكلام تقريبا، ادي الكار اهي زي ما حضراتكم عارفين، خصائص وعمليات متقاربه تقريبا كلها زي بعض بالظبط، بس هنا برضو الكار بتمشي على ايه؟ بتمشي، هي دي بيقول لك ايه؟ ميثود كول يوز وان بارامتر، سوري معلش انا اسف، معلش انا اسف. حلو كده بالمنظر انت شايفه ده، كار بايسيكل او باص. لو جيت عملت كده هو بالمنظر ده كده بهذه الشكله اهو، برضو ام موفينج اون ذا رود. يا سلام، طب لو انا قلت دي مثلا على سبيل المثال، قلت له والله انا عايز مثلا دي تبقى عباره عن شيب، لا ثانيه واحده، الشيب مختلفه. ليه يا محمد؟ هي كل الحاجات دي فيها اه، بس خد بالك ان الشيب مش بتموف اون ذا رود، دي بتموف او بتموف اوفر ايه؟ موف اوفر ويفز بالمنظر ده كده اهي بهذه الشكل. حتى احنا ايه عايزين يعني نستغنى عن الموضوع شويه في كتابه الكواليفايد نيمز اهي، بص خلي دي بقى شيب اهي بالمنظر ده كده. شوف كده معايا بقى الشيب هنا مختلفه بقى، لا لما اجي اعمل ريفرش بقى المره دي، لا هنا ام فلوتنج اوفر ذا ويفز. لو جينا بقى بصينا مع بعض هنا واخيرا على اللهم صل على رسول الله دايجرامز، شوفوا يا شباب بقى معايا بقى كده، الله يخليكم، شوفوا بقى معايا عشان ايه تفهموا انا عملت ايه بقى. بص بقى معايا، ده الاي بيكل الانترفيس الاساسي، ده الابستراكت كلاس بتاعي اللي انتوا شايفينه، البيكل. البيكل ده بقى حضراتكم بيتوارث منه عمليات وخصائصه، الباص وبيكستندو بعمليات اخرى وخصائص اخرى، البايسيكل، الكار، الشيب، البلين، واي واحد في دول مش هيفرق معايا بعد كده، اي بيكل هتتحط. وزي ما حضراتكم شايفين ده التريب بتاعي، والتريب ده بيحتاج ايه عشان يشتغل؟ زي ما انتم عارفين بيحتاج فيكل. حلو قوي الكلام ده. هنا بقى لما تيجي تبص هتلاقي ان انت عندك هنا بقى خاصيه الموفينج بقت ايه؟ بقت دي اللي بيسموها الاستراتيجي ديزاين باترن بقى في الحته دي، انكابسوليت وات فاريز، كرييت ا فاميلي اوف الجوريزمز، عائله من الخوارزميات، لان هي كلها حركه واحده. اي موف، ام موفينج باي فلاينج، ام موفينج باي رايدنج ذا سي، ام موفينج باي walking on the roads، it doesn't matter. حلو كده؟
هنا بقى عندك الراوت اللي كان شغال من زمان واحنا عارفينه في السنجل ريسبونسبيلتي، والدرايفر طبعا، والاثنين قاعدين مستريحين. يقول لك يا عم شوف عمالين بيروحوا ويجوا والكلام ده، الراجل عمال بيكستند بيكستند، مفيش موديفيكيشن. ما تفتحش الكلاس بتاعك للموديفيكيشن، اكستند الفانكشناليتي، اكستند الفانكشناليتي. شفت انت عملت اكستند الفانكشناليتي من كنت ممكن تيجي تقول ايه، ما تيجي يا عم بدل ما هو دي اللفه دي اعمل الباص ده فيكل، ولما نيجي نعمل موف نقول له على سبيل المثال خانه اسمها طيب هنا، لو الطيب كار اعمل كذا، لو الطيب طب ولو انت عندك 100 طيب هتقعد تعمل ايه 100 اف والس على سبيل المثال. ولو انت جيت بصيت هنا قمه الاحترافيه بقى وانت شغال انك تستخدم الديزاين باترن في مكانه الصح. هنا وانا قاعد شغال قدرت ان انا اعمل انكابسوليشن لكل حاجه انا شايف ان هي تتغير، وقدرت كمان ان اعمل فاميليز من الايه من الفانكشناليتي اللي اقدر ازرعها اعملها كومبوز وقت ما انا احب. فبالتالي تيجي تبص هنا تلاقي ايه الموفابل ده هو عباره عن اي موف انترفيس، هاخد بقى ممكن موفينج باي رايدنج ذا سي، يعني انا ماشي في البايه ماشي في البحر ماشي في الهواء مش هيفرق معايا. طبعا هي محاضره كانت تقيله وكبيره، بس المبدا ده بيكمل مبدا السنجل ريسبونسبيلتي برينسيبل، وعشان يتفهم كان لازم ادي المثال باكبر ما يمكن من التغيرات. يعني كان ممكن اكتفي بتغيير واحد بس، انما انا حبيت ان انا اديكم اكتر من تغيير، لانك وانت قاعد في الشركه هيجي لك ريكويرمنت ممكن تخليك تغير السياسه بتاعت الديزاين بتاع السوفت وير بتاعك كلها. ممكن تلاقي نفسك محتاج تغير من ديزاين باترن لديزاين باترن تاني، ممكن تحس ان هنا الديزاين باترن الفلاني هيبقى افضل من استخدامك لده، وهكذا. انكابسوليشن، بوليمورفيزم، ابستراكشن، انهيرتنس. ما تنساش الاربع خصائص الاساسيين بتوع الاوبجكت اورينتد، ما تنساش ازاي تبروجرام تو ان انترفيس، ما تنساش ازاي تانكابسوليت وات فاريز، ما تنساش ازاي تقرا كويس وتقرا كويس عن الديزاين باترنز. اشكركم جدا واشوفكم في المحاضره الجايه، سعدت بيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.